المحلي او العالمي، وهي ايضا مرتبطه بقصه كورونا. هنعلق على كل الاخبار دي مع ضيفنا العزيز في حلقه اليوم، لكن بدايه خليني اخد الفقره الجديده المهمه جدا، وهي فقره التواصل مع جمهور النادي الاهلي واسال كلام في الميديا من خلال الهاشتاج على تويتر، ومعانا بعض الفيديوهات وبعض الاسئله والرسائل من جمهور النادي الاهلي. خلينا نروح نشوف اول فيديو ونرجع نعلق. يلا. كابتن امير ازيك؟ انا كنت عايز اعرف حمدي فتحي اخباره ايه في الاصابه؟ شكرا. طيب جزئية حمدي فتحي دي احنا اتكلمنا فيها، حمدي فتحي ماشي بشكل جيد جدا في برنامجه العلاجي والتأهيلي، ان شاء الله الفترة الجاية كده لما يتم فتح المجال الجوي ويبقى في حركة طيران ممكن اللاعب يروح على ألمانيا بإذن الله لما ينتهي فيروس كورونا ده أو يقل مثلا، فيروح يطمن على حالته، يبقى في برنامج آخر وأخير لعودته للملاعب إن شاء الله بإذن الله هتكون قريبة من خلال شهرين على أقصى تقديره. اللاعب كان ليه تصريحات في هذا الاتجاه، فأكيد حمدي إن شاء الله نتمنى له العودة سريعا. الفيديو اللي بعده. مساء الخير، أنا كنت عايز أعرف النادي الأهلي هيجدد لأحمد فتحي ولا لأ؟ مساء الخير، أحمد فتحي السؤال؟ طيب هو بيسأل أحمد فتحي برضو موضوع أحمد فتحي. الناس كلها بتتكلم في الجزئية دي لأن لعيب كبير ولعيب مهم، وأيضا جمهور النادي الأهلي مرتبط بيه بشكل كبير جدا، والمدير الفني محتاجه، والنادي الأهلي والمسؤولين أكيد عايزين أحمد فتحي يكون موجود، وأحمد فتحي نفسه عايز يبقى موجود في النادي الأهلي، لكن لسه الجلسة التفاوضية الخاصة بتجديد التعاقد تم تأجيلها، كانت المفروض تبقى النهاردة، اتأجلت تاني مرة بعد ما اتأجلت أول مرة من يوم الخميس ليوم الأحد، فإحنا في انتظار الجلسة إن شاء الله تعقد، لكن النوايا كلها في اتجاه سواء عند المسؤولين في النادي، عند الجهاز الفني، عند أحمد فتحي نفسه، النوايا كلها في اتجاه بقاء اللاعب بإذن الله مع النادي الأهلي. السؤال اللي بعده أو الفيديو اللي بعده. كابتن أمير، كنت عايز أسأل في إمكانية إن أحمد حجازي يرجع الأهلي تاني، وعايز أسألك رمضان صبحي هيرجع من الإصابة إمتى ويشارك مع الأهلي، وفي احتمالية إنه يجدد الإعارة تاني ولا لأ؟ طيب احمد حجازي، يعني الناس اكيد بيتمنوا تواجد احمد حجازي، اي مدير فني يتمنى ان احمد حجازي يكون موجود، لعيب بمقاومات مختلفه، مدافع قوي مميز، اضافه اكيد هتكون للنادي الاهلي. الرغبه موجوده في التعاقد مع احمد حجازي، خليني اقول لك في رغبه التعاقد مع اللاعب يعني، لكن كل ده هيترتب وقف على رغبه اللاعب نفسه، هل هيكمل مشواره في اوروبا ولا هيرجع الدوري المصري. لكن المؤكد واللي عايز اكده لحضرتك ان احمد فتحي في حاله عودته للدوري المصري هيكون في النادي الاهلي باذن الله تعالى، والنادي الاهلي فاتح له ابوابه بشكل كبير جدا يعني، لان هو اكيد لاعب اضافه. فيما يتعلق برمضان صبحي، رمضان صبحي بقى جاهز؟ السؤال ده يعني ناس كتير جدا بتسال فيه، وللاسف الناس ما لحقتش تشوف رمضان صبحي بعد ما خف من الاصابه بشكل كامل بسبب التوقف اللي حصل دلوقتي، لكن في حاله استئناف النشاط رمضان صبحي هيكون متواجد في التدريبات بشكل طبيعي جدا، التدريبات الجماعيه، واخر تدريبين ثلاثه كان موجود بشكل كامل، وايضا هيكون متواجد في المباريات الرسميه باذن الله تعالى بشكل طبيعي، هو خف خلاص من الاصابه. معنا فيديوهات ثانيه نشوف. مساك الخير يا كابتن امير، شريف اكرامه خساره كبيره لو الاهلي مشاه، شريف اكرامه خبرات وليه في افريقيا كتير، فخساره كبيره لو، ولازم يستنى عليه شويه ويمدد له عقده 3 سنين على الاقل. كلنا مرتبطين بشريف اكرامي في الحقيقه، لكن دايما لازم نحترم رغبه اللاعب. شريف اكرامي حارس كبير، ادى للنادي الاهلي كتير جدا، ساهم في بطولات كتيرة قوي مع النادي الأهلي في الحقيقة، من الناس اللي أثرت في تاريخ النادي الأهلي طبعا طبعا، لكن في كل الأحوال هو بقاله سنتين مش بيشارك بشكل أساسي في ظل تألق محمد الشناوي، وخلي بالك لو كان إكرامي اللي بيلعب مثلا كان هيتألق برده كده، لأن الإمكانيات هنا وهنا كبيرة جدا، لكن دلوقتي الشناوي طبعا ما شاء الله عليه يعني، ما شاء الله عليه، ففي كل الأحوال أكيد في رغبة عند شريف إكرامي إن هو يشارك، هو لعيب قادر على العطاء ودي حقيقة برده، فلازم نحترم الرغبه دي. شريف اكرامي خلاص اعلن رغبته من عده اسابيع في الرحيل عن النادي الاهلي بعد انتهاء تعاقده، النادي الاهلي امبارح او اول امبارح وافق له على الرغبه دي بشكل كامل، واكيد نتمنى لشريف اكرامي كل التوفيق خلال المرحله القادمه بعد انتهاء هذا الموسم باذن الله تعالى. تمام كده؟ فيديو كمان يلا. كنت عايز اسال عن موقف الدوري المصري في الظروف اللي احنا فيها دي، هل الدوري هيتوقف، هيتلغي، هيتاجل؟ في حالة ان الدوري يتلغى خلاص هيبقى للنادي الاهلي ولا لا؟ واحنا كجمهور نادي الاهلي مستنيين بطولة افريقيا دي، ان احنا بقالنا كتير ما خدناش البطولة، واحنا بنثق في اللعيبة والجهاز الفني ومجلس الادارة، وان شاء الله الظروف دي تعدي على خير. موقف الدوري لسه في علم الغيب يعني، احنا ما نعرفش اكيد المصير النهائي لبطولة الدوري هيكون ايه،
طبعا في اتجاه وفي حرص كبير جدا عند المسؤولين في الدوله في وزاره الشباب والرياضه طبعا، وايضا اللجنه الخماسيه في الاتحاد المصري لكره القدم، في استئناف البطوله ان امكن في الوقت اللي تحدده طبعا الدوله طبقا للمستجدات خاصه بفيروس كورونا. ففي حرص ان الدوري يرجع، لكن في حاله الغائه ما فيش لائحه واضحه تقول لو اتلغى الدوري ايه اللي هيحصل. احنا حاولنا نسال في الجزئيه دي كتير، لكن الاقرب للحدوث انك لو اتلغى الدوري هيبقى هتعتمد على النتائج بتاعه الموسم اللي فات، اللي كان مثلا اهلي اول زمالك تاني بيراميدز والمصري ثالث ورابع، فبالتالي اهلي وزمالك في بطوله دوري ابطال افريقيا زي ما هم، بيراميدز ومصري في الكونفدراليه طبقا للنتائج الاخيره يعني لبطوله الدوري السنه اللي فاتت. فيما يتعلق بالهبوط برضو الرؤيه لسه مش متضحه يعني، فاكيد في اقتراحات كتير ودراسه كبيره من المسؤولين في اللجنه الخماسيه لاتحاد الكره اللي بتدير اتحاد الكره، ويشوفوا الانسب ايه خلال الفتره اللي جايه، لكن مستنيين المستجدات اللي بتحصل بخصوص توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا. فيما يتعلق كمان بالرساله اللي هو اللي قالها للاعيبه النادي الاهلي، وهي رساله مهمه جدا وكلنا اكيد بنتكلم في الاتجاه ده، وكلنا بننتظر بطوله دوري ابطال افريقيا. جمهور الاهلي متعطش لهذه البطوله، كنا ماشيين فيها بشكل جيد جدا لحد ما تم ايقاف النشاط في افريقيا تقريبا كلها، موجودين في دور نصف النهائي، عندنا ثقه كبيره جدا زي ما قال صديقنا العزيز في الفيديو اللي فات في لاعيبه النادي الاهلي في الجهاز الفني، ان هم ان شاء الله باذن الله في حاله استئناف النشاط والبطوله يقدروا يجيبوا لنا دوري ابطال افريقيا عشان تبقى المره رقم 9 في تاريخ النادي الاهلي باذن الله تعالى. طيب دي كانت بعض الفيديوهات الخاصه بجماهير النادي الاهلي وبعض استفساراتهم، هروح لفاصل.